الاعدادي اهلا ومرحبا بكم ومع درس جديد من دروس اللغه العربيه استكمالا للوحده الثانيه الدرس الرابع نص العلم واجب. النص دراسه والنص للشاعر جميل صدقي الزهاوي. النص للشاعر جميل صدقي الزهاوي، تعال مع بعض نتعرف ونشوف شكل جميل صدقي الزهاوي. من هو جميل صدقي الزهاوي؟ زي ما هو باين قدامنا كده في الصوره، وجميل صدقي الزهاوي هو شاعر عراقي ولد في بغداد عام 1863. شاعر عراقي ولد في بغداد عام 1863، أثر عنه الكثير في النثر والأدب، وله ديوان يسمى الزهاوي. توفي جميل صدقي الزهاوي عام 1936. إذا جميل صدقي الزهاوي شاعر عراقي ولد في بغداد عام 1863 وتوفي عام 1936. تعال نشوف الشاعر النهارده بيكلمنا عن نص تحت عنوان العلم واجب. أكيد أنت كده فهمت إن النص اللي بيتكلم عليه حبيبي أكيد بيتكلم عن العلم أحسن. تعال مع بعض كده نتعرف على النص سويا. يقول الشاعر في قصيدته: العلم نور بين أيدي المرء في كل المطالب، والجهل أشبه بالظلام يحفه من كل جانب. العلم يعفي المرء في الأعمال من ثقل المتاعب، في العلم تخفيف لما يعرى الحياة من النوائب، في العلم توسيع لأبواب التجارة والمكاسب، في العلم إصلاح المفاسد والعقائد والمذاهب. أنا لا أوفي ذكر مال العلم من غر المناقب. يا قوم إن العلم بالإجماع محمود العواقب، يا قوم إن العلم ثم العلم واجب. نقرأ النص مرة ثانية. العلم نور بين أيدي المرء في كل المطالب، والجهل أشبه بالظلام يحفه من كل جانب. العلم يعفي المرء في الأعمال من ثقل المتاعب، في العلم تخفيف لما يعرى الحياة من النوائب، في العلم توسيع لأبواب التجارة والمكاسب، في العلم إصلاح المفاسد والعقائد والمزاهد. أنا لا أوفي ذكر مال العلم من غر المناقب. يا قوم إن العلم بالإجماع محمود العواقب، يا قوم إن العلم ثم العلم ثم العلم واجب. تعال سويا نتعرف على معاني الكلمات ونتعرف على شرح الأبيات ومواطن الجمال في هذه الأبيات. إذا لاحظت البيت الأول والثاني لاحظت أن الشاعر يتحدث عن العلم وأن العلم نور، والبيت الثاني يتكلم أن الجهل ظلام. إذا فالشاعر في البيت الأول والثاني يعقد مقارنة بين العلم وبين الجهل. تعال كده نشوف المقارنة دي بتقول إيه؟ العلم نور، هو تشبيه للعلم بالنور، لأن العلم يضيء حياة الإنسان بين أيدي المرء في كل المطالب، في كل المطالب أي كل الحوائج أو المتطلبات التي تقابله، العلم بالعلم يستطيع التغلب عليها، والجهل أشبه بالظلام. الجهل عامل زي الظلام يا شباب، يحيطه من كل جانب أي من كل ناحية. فهو يقول أن العلم بين أيدي المرء، أن الإنسان المتعلم يستطيع أن يتغلب على كل مصاعب الحياة أو على كل مطالب الحياة وحوائجها، وأن الجهل يحيط بصاحبه حتى كأنه سور يحيط به من كل جانب ويجعله يعيش في ظلام دامس. تعالوا نبص كده على الروايات بتاعتنا احنا قلناها دلوقتي مع بعض. طبعا احنا قلنا ان العلم معنى العلم اي المعرفه، ويقصد بها العلوم، سواء كانت هذه العلوم علوم دنيويه او علوم دينيه، فكلهما علم نافع. نور بين ايدي المرء، يعني العلم طبعا المعرفه، وكلمه المرء تجمع على غير لفظها، تجمع على الرجال، لان معنى كلمه المرء اي الرجل. بين ايدي المرء في كل المطالب، قلنا المطالب معناها الحوائج والمفرد بتاعها المطلب، والجهل أشبه بالظلام يحفه أي يحيط به من كل جانب أي من كل ناحية. إيه الجماليات اللي ممكن ناخدها على الجزئية دي؟ والشاعر بتاعي بيقول أن العلم عزيزي لعلك أدركت
من الشطر الأول كما قلنا سابقا أن مواطن الجمال لابد أن نستخرجها بناء على ثلاثة أشكال. الشكل الأول هو إما أن تبحث عن أسلوب أو تبحث عن تصوير أو تعطي معنى جميلا فتقول تعبيرا جميلا. فالبيت الأول يقول العلم نور، إذا هو هنا تصوير، تصوير للعلم بإيه؟ تصوير للعلم بالنور مما يبين أثر العلم على صاحبه بين أيدي المرء. أسألك سؤال، هل نستطيع أن نضع العلم بين أيدي الإنسان؟ كلا. إذا فقد جعل العلم شيئا إيه؟ شيئا ماديا، يبقى تصوير العلم بشيء مادي يمسك ويستطيع ونستطيع التحكم به. في كل المطالب كلمة كل تفيد العموم والشمول، ليس ذلك فقط، بل جعل العلم مفتاحا للمطالب، أي جعل المطالب شيئا مادي كباب وغيره، وجعل العلم مفتاحا لهذا الباب. نقول مرة ثانية أن العلم نور، تصوير العلم بالنور بين أيدي المرء، جعل العلم شيئا ماديا مما يبين أثره. في كل المطالب كلمة كل تفيد العموم والشمول، وجعل العلم مفتاح للمطالب. والجهل أشبه بالظلام، أشبه بالظلام كالظلام مثل الظلام، إذا هو شبه الجهل بإيه؟ بالظلام، مما يبين النتائج السيئة له أو العاقبة السيئة للجهل. يحفه من كل جانب تصوير للجهل بصور يحيط بصاحبها، أي يحيط بالإنسان الجاهل، تصوير للجهل بصور يحيط بصاحبه من كل جانب مما يبين النتيجة السيئة والأثر السيء على صاحبه. اخترنا طبعا يعني اسم لهذين البيتين، قلنا سميناهم العلم نور، وممكن تتغير الفكره كما ايه كما تشاء، تقول مثلا عاقبه الجهل او ما شابه ذلك. سويا نتعرف على الفكره الثانيه او الابيات الثانيه. الشاعر يقول العلم يعفي المرء في الاعمال من ثقل المتاعب، في العلم تخفيف لما يعبو الحياة من النوائب، في العلم توسيع لأبواب التجارة والمكاسب، في العلم إصلاح المفاسد والعقائد والمزاج. الشاعر يقول العلم يعفي المرء، يعفي المرء أي يرفع عنه الحرج أو المشقة أو يزيله. والمرء سبقه معناها الرجل أو الإنسان، والجميع بتاعها الرجال. في الأعمال من ثقل المتاعب أي حمل المتاعب، أصلها الحمل إيه؟ الحمل الثقيل، والمتاعب هي المشقات وغيرها. في العلم تخفيف أي تيسير لما يعبو الحياة، أي يصيب حياة الإنسان من النوائب النائبة، هي المصيبة أو الكارثة التي تحل بصاحبها. في العلم توسيع، توسيع كلمة تضييق أي تفريج، عملية التوسيع هي عملية التفريج لأبواب التجارة والمكاسب، كلنا يعرف التجارة والمكاسب أي الأرباح. في العلم إصلاح المفاسد والعقائد والمزاهي، المفاسد طبعا هي المعتقدات الفاسدة، والعقائد ما يعتقده الإنسان أو ما يصدقه الإنسان، والمزاهي هي الآراء والنظريات. لعلك تلاحظ أن الشاعر هنا أراد أن يبين قيمة العلم وفضل العلم، فقال بأن العلم يخفف على الإنسان الأعمال الثقيلة أو يعفيه من الأعمال الثقيلة. كيف ذلك؟ حينما اخترع الإنسان المخترعات كالطائرة وغيرها، استطاع أن ييسر أو يسهل على نفسه كثيرا من الوقت وكثيرا من الجهد. فالإنسان قدما كان ماذا يستطيع أن يحمل، أو ما الكمية التي يبدو أن يحملها؟ كمية بسيطة لا تقدر بكلها. أما بالعلم استطاع أن يصنع الشاحنة التي تحمل آلاف الأطنان أو أطنان كثيرة. في العلم تخفيف لما يعرض الحياة، أي لما يصيب حياة الإنسان من النوائب من المصائب ومن الكوارث. والعلم أيضا يستطيع الإنسان به توسيع تجارته أو أرزاقه وزيادة مكاسبه. في العلم أو بالعلم يستطيع الإنسان أن يصلح، يهذب أفكاره ويهذب معتقداته ويهذب مذاهبه. هيا بنا كده نتعرف سويا على مواطن الجمال في هذه الجزئية، وأرجع وأقول لك تاني مرة ثانية لغويات هذه الجزئية. طبعا قلنا يعفي يعني يرفع المشقة أو الحرج سبقت لنا، وقلنا أن كلمة ثقل المتاعب بمعنى حلم وعسى خفة هي
يرجعه كنا معناها برضه بمعنى كلمة تصيب، والنوائب هي المصائب أو الكوارث وغيرها، والمفرد النائبة، المفاسد قلنا الأضرار، وطبعا المفرد المفسدة، العقائد ما يؤمن به الإنسان ويعتقده، أما المذاهب هي الآراء والنظريات كما قلنا. تعال كده مع بعض نتدارس سويا جماليات هذا النص كما تعبر. يقول الشاعر: العلم يعفي المرء من ثقل المتاعب. إذا أردت أن تنظر إلى هذه الجزئية عليك أن تنظر أولا هل هناك أسلوب استفهام أو أسلوب نداء أو ما شابه ذلك؟ كلا. طب حينما يقول لك العلم يعفي المرء، العلم بيعفي الإنسان؟ لا، العلم لا يعفي الإنسان، لأن العلم شيء معنوي والإنسان ده حاجة كائن مادة عاقل. إذا هو تصوير للعلم بشخص، تصوير العلم بشخص أو بإنسان يعفي غيره من إيه؟ من الأعمال، من ثقل المتاعب إلى المتاعب بتبقى تقيلة، إحنا بنشيل المتاعب على كتفنا بنمسكها بإيدينا، ده المتاعب أشياء معنوية. إذا صور المتاعب بأشياء مادية لها وزن وثقل. طيب كلمة المتاعب طبعا معرفة للإيه؟ التهويل. لما يعو الحياة من النوائب؟ يعو يعني يصيب، هي الحياة بتتصاب؟ لا يا مستر، الحياة ما بتتصابش. إذا صور الحياة يا حبيبي، صور الحياة بإنسان يصاب. من النوائب، النوائب المصائب. إذا هي المصائب هتصيب الحياة، إحنا كده يبقى صور النوائب أو المصائب صورها بأمراض تصيب، تصيب مين؟ تصيب الحياة. طبعا قلنا إن الحياة هي صورها بإنسان. أبواب التجارة والمكاسب. طبعا معاك هنا بيديني إيه؟ التنوع، وبيديني إيه؟ فيعني مدى كثرة الإيه؟ المكاسب. ولكن أبواب التجارة، هل التجارة لها أبواب؟ عليك أن تنظر لموطن الجوال وتستخرجه بحكمة. التجارة ليس لها أبواب، إذا هو تصوير التجارة ببيت له إيه؟ له أبواب أو بدار لها أبواب. أحسن. إصلاح والمفاسد. هكذا في المتن منهم حينهما قضاء واضح المعنى غير قومي. تكرر كلمة العلم، الشاعر في العلم في العلم في العلم في ثلاث أبيات متتالية، الشاعر يقول في العلم في العلم. طبعا هو أراد أن يبين قيمة العلم وأهميته وأهمية الحرص على إيه؟ الحرص على العلم والتعلم. طيب تعالى معايا يا أستاذ طارق نتعرف على بقية النص أو الثلاثة أبيات الباقية. يجب علينا التعلم أو العلم واجب. يقول الشاعر: أنا لا أوفي ذكرى ما للعلم من غر المناقب. يا قوم إن العلم بالإجماع محمود العواقب، يا قوم إن العلم ثم العلم ثم العلم واجب. أنا لا أوفي، وفيت الإنسان حقه أي أعطيته حقه كاملا، فأنا لا أوفي أي لا أعطيه حقه. ذكر التذكر واستحضار يعني فضائل العلم، ما للعلم من غر المناقب. كلمة غر طبعا اللي هي الغر الأول هي بياض في جبهة الإيه؟ الفرس. والبياض في جبهة الفرس يقصد هنا كده اللي هي الإيه؟ غر المناقب اللي هي الصفات الحميدة الكويسة. المناقب طبعا الإيه؟ الفضائل يعني. المذكرة طبعا إيه؟ أغر. يا قوم إن العلم بالإجماع أي بالاتفاق، اتفاق الجميع على أن العلم محمود أي طيب العواقب أي النوائب أو النتائج. يا قوم إن العلم ثم العلم ثم العلم واجب أي لازم. إذن في هذه الأبيات يبين الشاعر أن يجب علينا التعليم، لأن العلم الإنسان لا يستطيع أن يوفيه حقه بسبب ما له من فضائل كثيرة ومناطق كثيرة. والشاعر أراد في البيت الإنسان أن يؤكد لقومه أو لأبناء جنسه أن العلم بالإجماع أنه قضية متفق عليها نتائجه أو عواقبه طيبة. والشاعر أراد في البيت الأخير أن يقول أن العلم واجب أو لازم على كل فرد. لذلك النهار يقول: يا قوم إن العلم ثم العلم ثم العلم، وكأنه أراد أن يؤكد على قيمة العلم وأهميته. تعالى كنا نتعرف على اللغويات بتاعة النص بتاعي أو بتاعة الأبيات. الشاعر بيقول زي طبعا ما احنا قلنا دلوقتي: أوفي أي أعطيه حقه، المناقب أي الفضائل، والمفرد منقبة، محمود يعني طيب، العواقب النتائج، المفرد بتاعها العاقبة، واجب أي لازم. طبعا المضاد بتاع كلمة واجب أو شيء لازم عليا فمضادها اختيار وليس واجب. ولكن تعالى معي نتعرف على جماليات هذه الأبيات.
يقول الشاعر: أنا لا أوفي، أنا لا أوفي. أنا استخدام الضمير أنا في اللغة العربية يدل على الفخر والاعتزاز، وكلمة لا أوفي تدل على يعني مدى قيم أو مدى أهمية وعظمة العلم. أنا لا أوفي ذكرى مال العلم من غر المناقب. هنا كده نلاحظ أن الشاعر بدأ يصور، فجعل الفضائل أو المناقب صورها بالخيول العربية الإيه؟ الأصيلة. يا قوم، هو نداء، بلك النداء هنا نكرة، مقصود أن النداء هنا لقومه، يا قوم، والغرض منه التنبيه. إن العلم، ده اسم مؤكد بإن، طب لما يقول لي العلم بالإجماع، إذا أراد بهذه الكلمة أن يؤكد على أن قضية أو فوائد العلم قضية متفق عليها لا خلاف فيها. محمود العواقب أو النتائج. يا قوم، برضه سبقت لنا وخدناها، قلنا نداء والغرض منه التنبيه، ان العلم ثم اقل بان، ثم العلم واجب. طبعا هو هنا تعبير جميل يدل على ضروره العلم، وتكرار كلمه العلم يؤكد على اهميه العلم وعلى الحرص التام على العلم. لذا يجب علينا ابنائي وبناتي الطلبة والطلبات أن نحرص على التعلم، لأن التعلم طبعاً بترقى الأمم وبتتقدم الشعوب، والعلم هو أساس نهضة أي أمة أو نهضة أي مجتمع كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن تعال معي نأخذ مناقشة على هذا النص. عقد الشاعر مقارنة بين العلم والجهل والضحى، أعتقد تذكرتها الآن. جعل العلم نور وجعل الجهل ظلام. أحسن، العلم نور يساعد صاحبه في حل مشكلات حياته، النصائح والنواب يعني، اما الجهل فهو صور من الظلام يحب صاحبه ويهلكه. السؤال الثاني: ما هي فضائل العلم كما فهمت من الابيات؟ عدد الشاعر عديدا او كثيرا من الفضائل في الابيات بتاعته، فكان من هذه الفضائل ان العلم يرفع متاعب الحياه، اي مشقات الحياه، مش كده وبس، ده الشعر كمان جعل من العلم انه يخفف المصائب، بل ويساعد الانسان او يساعد صاحبه على ان يتخطى ويتجاوز هذه المشقات او المتاعب، وان العلم يوسع ابواب الارزاق والتجاره، مش كده وبس، ده اهم شيء، ان العلم يصلح تفكير الافراد ويزيل الجهل ويزيل الخرافات من عقولهم، اي وينقي عقولهم. ما هي عواقب الجهل، العواقب الوخيمة للجهل، النتائج السيئة يعني؟ عواقب الجهل أن الجهل يحيط بصاحبه فيضطر في فكره وفي تعاملاته مع الناس، بسبب وذلك يسبب خسائر فادحة ويفسد الأخلاق، أي يفسد أخلاق صاحبه. يبقى عواقب الجهل أنه بيحط صاحبه، مما يجعله يضطر في فكره وفي تعاملاته مع الناس، مما يجعله أيضا يسبب له خسائر فادحة ويفسد عليه أخلاقه، فلا يجعل الإنسان تقبل عليه أو تحبه. ماذا أكد الشاعر لقوم في نهاية القصيدة؟ تذكرت أكد إيه؟ يا قوم، يا قوم إيه؟ أكد أن العلم فوائد كثيرة وآثار محمودة، وأكد أن العلم واجب والعلم لازم على كل على كل إنسان. أبنائي الطلبة والطلبات، إلى هنا نكون قد انتهينا من درسنا اليوم، وهو درس العلم واجب للشاعر جميل صدقي السهاوي. آمنين الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وينفعكم بهذا العلم. ونترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.